الآن مراسلنا مصطفى الحامد سينقل لنا لقطات، وطاقم المصرية أيضا سينقل لنا لقطات من ناحية بعشيك المحررة. مشاهدينا الكرام، أيضا كما تشاهدون في الشاشة هذه لقطات حية ومباشرة من ناحية بعشيك المحررة، حتى يتم أو يستكمل زميلنا مصطفى الحامد ويكون معنا على الهواء مباشرة ليطلعنا على آخر المستجدات وآخر التطورات على الأرض. إذن مشاهدينا لنتابع هذه اللقطات الحية والمباشرة من ناحية بعشيق المحررة.
كرام، الآن ينضم إلي مراسلنا مصطفى الحامد ليطلعنا على آخر المستجدات من ناحية بعشيقة المحررة وآخر التطورات على الأرض. مرحبا بك مصطفى. أهلا عمار. نعم، كما تشاهدون أيضا مشاهدينا الكرام، هذه لقطات من ناحية بعشيقة المحررة، أيضا شاهدنا قبل قليل في هذه اللقطات الحية. مرحبا بك مصطفى الحامد، أنت معي على الهواء مباشرة. قوات البيشمركة فجر يوم أمس دخلت إلى بعشيقة وتم تحريرها بالكامل. القوات الأمنية هناك بدأت منذ فجر اليوم بمرحلتها الثانية، وهي تمشيط تلك المنطقة، وأيضا حسب ما أفاد لنا بعض المصادر المتواجدة في المصادر الأمنية من قوات البيشمركة أن هناك لا زالت عمليات تمشيط واسعة وكبيرة جدا. حتى هذه اللحظة هناك انفجارات للمنازل المفخخة في هذه المنطقة. قبل قليل أيضا كانت هناك غارة جوية لمعقل أخير لتنظيم داعش الإرهابي، قام به طيران التحالف الدولي، وأيضا سينضم معنا النقيب أركان سعيد أحد أبطال قوات البيشمركة الزيرفاني ليطلعنا على تفاصيل أكثر عن العملية العسكرية جرت يوم أمس. مرحبا سيادة النقيب. سيادة النقيب، يا ريت لو تطلعنا نطلع للمشاهدين الكرام عن أحداث أو قوات البيشمركة الآن محط أقدامها في منطقة بعشيقة، هل انتهت عملية تمشيط المنطقة بالكامل أم لغاية الآن؟ استعادة مدينة البعشيقة وبحزان سيطرة كاملة، استعادة كاملة على من تحت سيطرة قوات البيشمركة. نعم. طيب الجيوب التي لا زالت متواجدة في داخل بعشيقة، هل تم تشخيص أماكنها؟ هل تم تحديد أعدادها؟ هم باقين عدد قليل في أنفاق وبيوت الانتحاريين باقية. نعم. لكن ليس لديهم مقاومة. طيب أعدادهم هل تم يعني هل عدد قليل، هم كانوا 100 نفر لكن كلهم قتلوا. نعم. طيب يعني معنويات قوات البيشمركة، هل قوات الأمنية ساندتكم قوات الجيش العراقي؟ لا، ليس معنا قوات الجيش العراقي، لكن نحن لدينا تنسيق وتعاون كامل لمحاربة الداعش والإرهاب من البداية لحد الآن، وإن شاء الله نكون دائما يكون بيناتنا تنسيق وتعاون. لكن هذه القوة قوة بيشمركة، ليس فيه أي قوة غير بيشمركة. طيب حصيلة قتلى داعش في عملية تحرير بعشيقة؟ 100، أكثر من 100 لديهم أسرة، وأكثر من 100 قتلى عدوا. كم أسير لحد الآن؟ 2 أسيرا عند البيشمركة؟ أكيد يعني فوق 2، لكن ليس لدي معلومات عن الأسرة كاملة، لأن المحاور 4 محاور، لكن هم لديهم أسرة، ليس لديهم يعني جرأة المقاومة. طيب هل أثرتم على سجون لتنظيم داعش في بعشيقة؟ حتى الآن ليس، كلا، لكن لأن فيه عبوات وسيارات مفخخة كثيرة نريد أن نعالجها، بعدين إن شاء الله نقوم باستعادة تحرير المدينة كاملة. طيب هل هناك أسر مدنية في منطقة بعشيقة تم تحريرها من قبل التنظيم؟ ليس لدينا معلومات، يعني ما شاهدتم الأسر خرجت من منطقة بعشيقة؟ كلا ما شاهدنا. طيب حجم الأضرار التي خلفها تنظيم داعش لمنطقة بعشيقة؟ أضرار عسكرية كاملة، يعني هم قتلوا، هم أضرار يعني المنازل، المنازل يعني فلشوا كل المنازل، يعني فلشوا بيوت المسيحيين واليزيديين. طيب كل البيوت حتى المسلمين. نعم. طيب بعد انتهاء بعشيقة وبحزاني، القوات الأمنية أين وصلت الآن؟ نعم، قوات البيشمركة أين وصلت الآن بعد تحرير بعشيقة وبحزاني؟ هذه نقطة أخيرة لقوات بيشمركة، لحدود العسكرية لقوات بيشمركة. آخر نقطة. طيب هل هناك شهداء لقوات البيشمركة، عدد الجرحى؟ ليس لدي معلومات عني، الحمد لله ليس لدينا ضحايا كثيرة. طيب، لكن التحرير انتهاء الداعش يريد الدم.
طيب تحرير بعشيقة يعني المساهمة مع قوات الجيش العراقي في التقدم صوب مركز مدينة الموصل، هل ستساهمون أيضا في تحرير مناطق مدينة الموصل؟ ليس بيدنا، لكن نحن حاضرين لأن لدينا تنسيق وتعاون جيد جدا. طيب أسرى داعش تحدثت عن أسيرة لداعش، هل هم من جنسية عراقية أم أجنبية؟ يمكن هم عراقيين، ما أعرف بالضبط، بس لكن هم عراقيين، هم سلموا نفسهم. طيب نسمع الآن أصوات طاقات طيارات نارية كثيفة جدا، وأيضا انفجارات يعني منذ حال وصولنا إلى هذه المنطقة ولغاية الآن، يعني يا ريت لنا كم بيت باقي، كم بيت، لكن 100% نحن مسيطرين. استعادة مدينة بعشيقة وبحزان كاملا مكمل. يعني هم في ليلة الأمس قاموا بخروج من المدينة، قتلناهم تقريبا عدد 20 واحد قريب على الساكن. طيب يعني متى ستوجهون الدعوة لأهالي بحزاني وبعشيقة للعودة إلى مناطق سكنهم؟ أول مرة نبارك عليهم وعلى كل العراقيين انتهاء داعش في هذه المدينة الحبيبة، هذه مدينة يعني سم، يعني مدينة التسامح الديني ومذهبي وقومي. هذه المدينة يعني الآن نهاية الداعش في هذه المدينة. طيب صف لنا يعني التحالف الدولي ودوره معكم في تحرير بعشيقة. كلش جيد من أول حرب، من أول يوم حرب الداعش لحتى الآن، يعني تعاونهم كلش جيد، دورهم عاد يعني عالي وعاد. طيب كم ساعة يعني استغرق تحرير بعشيقة؟ يعني لأن انتهت بعشيقة بالكامل؟ انتهت سيطرنا على بعشيقة 100%، لكن التفتيشات كم ساعة يعني دخلت تقريبا فوق 24 ساعة. أكثر من 24 ساعة؟ أكثر من 24 ساعة. يعني هم قاوموا مقاومة عنيفة، لديهم فوق 100 مسلح في هذه المدينة. طيب ماذا تقول يعني رسالة قوات البيشمركة وأبطال الزيرفاني إلى عناصر داعش الذين لا زالوا متواجدين داخل مركز المحافظة في مدينة الموصل؟ والله نحن نطلب عليهم يسلموا إيدهم على قوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة، يعني ليس لديهم مستقبل في العراق. كل العراق إن شاء الله يعني ضد الداعش والإرهاب. نشكركم شكر جزيل ونبارك لكم هذا الانتصار، ولكل الأجهزة الأمنية العراقية من بيشمركة وجيش وجميع الأجهزة الأمنية لهذا التحرير المبارك، وإن شاء الله السلامة لكم ولجميع القوات الأمنية المتواجدة معكم. مبروك عليكم ولكل أهل الموصل. شكرا جزيلا. نعم زميلي عمار شاهدت الآن المقيد أركان سعيد وهو وصف لنا شعوره وأيضا أدلنا بالمعلومات الوافية والكافية عن المعركة. سنترككم مع صور قليلة ومن ثم نعود بعدها أيضا لنجري لقاءات أخرى مع عدد من الضباط.
مشاهدينا الكرام، هذه لقطات مباشرة وحية من ناحية بعشيقة المحررة، وكما سمعنا أيضا من مراسلنا مصطفى الحامد أيضا ولقائه مع أحد قيادة وضباط قوات البشمركة. نعود أيضا مشاهدينا الكرام إلى زميلنا مصطفى الحامد. مصطفى الحامد، مرحبا. أهلا عمار. نعم مصطفى. مشاهدينا الكرام ايضا الان حصلت اشتباكات، يعني اشتباكات تعرضيه لبعض عناصر تنظيم داعش الارهابي قبل قليل، وحتى هذه اللحظه حسب ما افادت القوات الامنيه المتواجده هناك انه تم قتل بعض عناصر تنظيم داعش المتواجدين هناك. الآن سينضم معي الرائد صالح الدرويش أحد أبطال قوات الزيارفاني. سيادة الرائد، أهلا ومرحبا بك على قناة الموصلية، أنت الآن على الهواء مباشرة. يا أهلا وسهلا بكم في القناة الموصلية اللي واكبت الحدث ساعة بساعة. نشكركم ونشكر تواجدكم معنا. الله يخليك. سيادة الرائد، يا ريت لو تطلعنا الاشتباكات اللي دا تجري الآن، ودا نسمع أصوات الإطلاقات النارية بالقرب من عندنا، يا ريت تحدثنا أكثر عن هذه الجيوب. طبعا هذه الجيوب يعني بقت بعض الجيوب، أكو من عناصر داعش مختبئين وين بعض الأنفاق، فيريد يخرج ما ننطي مجال. جماعتنا الأبطال من الزيرفاني وجماعة البيشمركة ما ننطيهم مجال أبد، يريد يطلع راسه ما ننطيهم، فيريد يهرب ما ننطيه، ولا تعرف المنطقة مو خفية على الإعلام بشكل عام، معنويات البيشمركة درجة أولى تدرون بها، وما شاء الله خلال 24 ساعة ما خلينا أي شيء، فقط عندنا كم نفق يعني مطوقينهم، إن شاء الله تنتهي ما ظل يعني وننطي بشكل عام. طيب رأي صالح، يعني يا ريت تحدثنا عن هالأنفاق، منين تبدأ منين تنتهي، أيضا المداخل إلها الثانوية من يوم. والله ما خفي عليكم ولا على الإعلام إنه هذه الأنفاق تعرفهم مثل الجرذان، دائما هاي الأنفاق يحفرونها من منطقة لمنطقة حتى يختبئون من الطيران من القصف دائما، وتعرفون هذا الشيء مو مخفي عليكم. نعم. طيب شلون تعالجوها؟ نعالجها إن شاء الله بطريقتنا الخاصة، أكو شغلات ما نبيح على الإعلام، بطريقتنا الخاصة إن شاء الله نعالجها. شلون يعني تدفنوها أنتم بشفاف؟ لا مالك شغل، إحنا هذه بطريقتنا الخاصة، إحنا ما نعلم خطط عندنا وإن شاء الله. طيب يعني كيف وجدتوا بعشيقة بعد سنتين من احتلالها من قبل تنظيم داعش؟ والله وجدناها مثل ما جد أشوفها، يعني خرابة، وهاي الناس هاي داعش تعرف أنت عناصر إرهابية، وما تهمها يعني لا تهمها وطن ولا تهمها بشر، بس هم وبس. والحمد لله عناصر البيشمركة وجماعتنا يشوفون اللي ما أحدثوا أي خلل، بس هذه اللي تفجيرات فقط اللي هم سووها الدواعش، حتى يقولون هذا اللي سووه جماعة البيشمركة. الحمد لله الشغل بشكل عام معنويات عالية ودرجة إن شاء الله ما عدنا أي شيء، واللي تريدون إحنا حاضر إن شاء الله. إحنا نشكركم ومبارك عليكم هذا النصر إن شاء الله، وان شاء الله متقدم الى تقدم لكل قواتنا الامنيه بكافه الصنوف. شكرا جزيلا، بارك الله بك. نعم الموصليه ممنونين. الله يخليك. نعم زميلي عمار، كما شاهد معنويات ابطال قوات البيشمركة بعد تحرير منطقه بعشيقه بالكامل. هذا هو الايجاز الاولي للعمليات العسكريه الذي انطلقت منذ يوم امس ولغايه اللحظه. هذا كل ما يتوفر في جعبتنا من معلومات، نترك لكم الان الصوره هي التي تتكلم.
نعم مصطفى الحامد، شكرا جزيلا لك أيضا ولجميع طاقم الموصلية المتواجد في ناحية بعشيقة المحررة. إذا مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم هذه اللقطات الحية والمباشرة والحصرية لقناة الموصلية، أيضا تواجد القطاعات العسكرية لقوات البشمركة والتي حررت ناحية بعشيقة بالكامل. بقي أيضا هناك جيوب قليلة كما ذكر أحد الضباط لعناصر داعش، لكن قوات البشمركة كانت لهم وستكون لهم بالمرصاد. أيضا كان هناك 100 عنصر من داعش وجميعهم قتلوا كما ذكر أيضا أحد الضباط. قوات البشمركة هي التي تقدمت في ناحية بعشيقة وحررت المدينة بالكامل. أيضا هناك وجود أسيرين من داعش لدى قوات البشمركة يعتقد أن جنسيتهم عراقية. أيضا كما سأل مراسلنا مصطفى الحامد أحد ضباط قوات البشمركة ما هي النقطة التي ستلي ناحية بعشيقة، وأجاب الضابط بأن هذه هي آخر نقطة لتقدم قوات البشمركة. إذن مشاهدينا الكرام، سنترككم مع هذه اللقطات الحية والمباشرة، وسنبقى على تواصل دائم ونحن معكم أيضا على مدار الساعة لننقل لكم آخر مجريات معركة الموصل في جميع محاورها.